اهلا وسهلا، وبعد غياب طويل عن الفيديوهات، اذا بعد هذا الغياب ما هي المستجدات؟ في اخر فيديو كنا تحدثنا عن مختلف مراحل انتاج الكراري، اذا كما حدثتكم في الفيديوهات السابقة كنت حصلت على هاتي 3 فراخ. الآن كبرت هاته الفراخ الثلاث، كان الفرخ الذي موجود في هاته الجهة مريض بشيء ما في معدته، بحول الله وبفضل الله سبحانه وتعالى تعافى والآن يتمتع بصحة جيدة. في فيديو هذا اليوم فقط فيديو لكي أطلعكم على تطورات الأمور، فهذا الزوج حصل على فراخ، توفيت لديه فراخ 5 بيضات في السابق، والآن هذا الزوج لديه الآن 5 فراخ في طور النمو في يومهم الخامس. إذن هذا هو المستجد، ليس لدي أي إضافة حاليا، فقط أردت أن نقول لكم احتاطوا من وضع القفص في مكان بارد، ذلك كونه السبب في فقداني 5 بيضات مخصبة للأسف، فقدتها حوالي شهر من الآن. إذا أردت أن تضع القفص ضعه في مكان دافئ. الآن اخترت رغم أن المطبخ ليس بالمكان المناسب، لكن وضعته بالمطبخ كون المطبخ هو المكان الدافئ بالمنزل، ومن خلال ويوجد كذلك رطوبة مناسبة للفراخ كون الماء الصادر عن الطبيخ يفيد في ترطيب البيض، وكذلك يجعل الفراخ تكون في درجة حرارة معتدلة خلال هذا فصل الشتاء الخالص. إذن كما قلت لكم حتى الآن حصلت على 5 فراخ، أتمنى أن يتمتعوا حتى هم بصحة جيدة، وسأطلعكم على تطورات الأمور في باقي الفيديوهات القادمة. فيما يخص الكالسيوم، الكالسيوم هو المشكل الذي يعاني منه كثير من مربو الطيور، فحل مشكل نقص الكالسيوم عند الإناث حل بسيط، وهو وضع المياه المعدنية التي تباع بالمتاجر، ماء معدني من أي نوع يكون يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، ووضعه في مشربيات الطائر، وبذلك تتخلصون من مشكل الكالسيوم. طبيعة الحال يجب عدم النسيان وضع عدم الحبار والفخار ورمل البحر في القفص. إذن والمعلومة أخرى، في أرضية القفص لا تنسوا أن تضعوا رمل البحر كي تتخلصوا من تلك الرائحة الكريهة التي يتركها الطيور، كون رائحتهم لا تطاق إن تركتم برزهم لمدة طويلة بالقفص. شكرا جزيلا على تتبعكم، وإلى حلقة قادمة بحول الله، إلى اللقاء.